أنا الحين وين أودي هالدراهم هذا؟ خميس وجمعة وأنا مقابل، يوم سبت أشكلهم وأوديهم للبنك. خاف يقولون هذولي مستعارات التسعينات قديمة وأبلش. أروح لمؤسسة النقد، إي والله أروح لمؤسسة النقد وأسألهم وش أسوي الحين بهالدراهم؟ مالي إلا أشكلهن وأوديهن المكان. يلا أمرني يا أستاذي، كيف أقدر أخدمك؟ أقول سلمك الله، يعني لو الواحد مثلاً عنده فلوس قديمة أثرية؟ لا مهي بثرية، يعني قديمة يعني من عام 90. 90؟ أنت تتكلم قبل 10 سنوات، يعني حول الحروب، من أيام حرب الخليج. أي هذه بسيطة، إحنا نستلمها من البنوك ونتلفها. تتلفونها ليش؟ هي يا أستاذي لأن هذه طبعة قديمة، بس قبلها أنت مستلم الطبعة الجديدة. صحيح؟ أي أن ترى العملة الورقية مجرد سند متداول بدل القيمة الحقيقية. والله يسلمك. حياك. ما قصرت الله يطول عمرك. حياك. يا ابن الحلال خلصنا، صار لي ساعتين علشان أودع هالفلوس دي. معلش بس عندنا السيستم داون شوي، وشوي ويشتغل معانا إن شاء الله. وش السيستم اللي ما خرب إلا عقب ما جيت أنا الحين أنا؟ هالحين بودع وجلستني ساعتين، أجل لو بسحب من حسابي كم جلستني؟ 10 ساعات؟ صبرك علينا بس. وين اللي تقولنا مشتبه فيه؟ هذا هو طال عمرك، عنده حركة مشبوهة في رصيده ومع مبلغ كبير 2 مليون تقريبا مجهول المصادر. لو سمحت ممكن تفضل معنا؟ وين اروح معكم؟ احنا مكافحة الجرائم المالية، ودنا نعرف الفلوس اللي معك دي وش مصدرها، لا يكون نتيجة غسيل اموال ولا شيء. لا مو غسيل اموال ولا شيء، الله رحمة والديك. اقول لك القصة. لا تقول لي ولا اقول لك، خلي اقوالك هناك في التحقيق. تفضل معنا. تفضل اخوي، كيف اقدر اخدمك؟ ما انا لاني بجاي لا اودع ولا اسحب. طيب والشنطه هذه اللي معك وش هي؟ انا رحاله وقلت بصرف، قلت بصرف دولارات جايبي، وتذكرت سبحان الله شفت ذكرت عندي دولارات بالبيت. كنت شو لا الله يحييك. تفضل اخوي.